السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد المرزوق، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة السابعة من سلسلة حلقات المكملات الغذائية. اليوم في الحلقة راح أتكلم عن مكمل غذائي يسمى بالكاسين بروتين. راح أعطيكم بالضبط إيش هو الكاسين بروتين، استخدامات الكاسين بروتين، وراح أختم الحلقة برأيي الشخصي في الكاسين بروتين اللي دائما متعودين يا تأخذوه أو تخلوه على جنب. فعلى بركة الله نبدأ. بروتين، كاسين بروتين باختصار مثل البروتين الواي بروتين العادي اللي تكلمت عنه تقريبا في الحلقة الخامسة. لكن ايش يفرق عن البروتين العادي؟ انه الكاسين بطيء الامتصاص داخل الجسم. اذا كان واي بروتين ايسوليت او الواي بروتين العادي ياخذ مثلا 20 دقيقة 25، وفي بعضهم ياخذ الواي بروتين ايسوليت يخش تقريبا ب 10 دقائق في الجسم، الكاسين بروتين ياخذ ساعات عشان يمتصه الجسم. يعني السكوب الواحد لما تاخذ سكوب الواحد يقعد تقريبا ساعة ساعتين ثلاث أربع خمس إلى ست ساعات. وفي أيضا منتج اسمه بروباليك يغذي العضلات بمدة 12 ساعة. فإذا باختصار الكاسين بروتين هو بروتين عادي مثل البروتين لكن بطيء الامتصاص في الجسم. كيف استخدام البروتين؟ مثل ما قلت البروتين هذا هو بطيء الامتصاص، فراح تأخذه في الأوقات اللي تكون بعيد عن أكل، ما تقدر تأخذ أكل مثلا ساعة ساعتين ثلاث أربع. إذا وقت مثل وقت النوم يأخذ الكاسين بروتين قبل النوم عشان تغذي الجسم طول ما أنت نايم بالأمينو والبروتين اللي يحتاجه. الوقت الثاني ممكن تأخذه، في ناس تأخذه بعد التمرين، تخلطه مع البروتين العادي فتأخذه بعد التمرين يشتغل، هو بطيء المفعول صح، لكن يقول لك أنا أخذ مثلا بروتين سريع الامتصاص وأيضا عندي احتياط من البروتين بطيء الامتصاص يكمل طول الوقت اللي بعد التمرين. لكن الهدف الأساسي من الكاسين بروتين لما تدور وتبحث عنه وتسأل هو يقول لك أنك تاخذه في الأوقات اللي يكون ما عندك وقت تاكل، مثل النوم تكون نايم شلون بتاكل يعني، فتاخذ الكاسين بروتين. أو كاسين بروتين في رمضان، شهر رمضان المبارك لما تكون صايم فتاخذ الكاسين بروتين يعطيك امداد للعضلات لمده تقريبا 6 ساعات. يعتمد على كميه او نوع البروتين اللي تاخذه، لانه في نوع اسمه بروباليك بروتين مكتوب عليه انه يعطيك 12 ساعه من البروتين للعضلات. فهذا هو الكاسين بروتين باختصار، جاي من البروتين العادي اللي تكلمت عنه في الحلقه الخامسه، جاي من الحليب والجبن، وخصوصا نوع معين من الجبن هنا اسمه كاتج تشيز اللي هو يصنع منه الكاسين بروتين، يكون بطيء جدا في التفاعل فياخذ وقته في الجسم. هذا هو باختصار بروتين، كيف تستخدمه؟ تاخذه قبل النوم، اشهر وقته هو قبل النوم، وايضا في شهر رمضان المبارك لما تكون بعيد عن الاكل تكون صايم فتاخذ الكاسين بروتين. ممكن اخذه بعد التمرين، شخصيا ما افضل تاخذه بعد التمرين، لان انت راح تاخذ البروتين سريع الامتصاص يفترض خلال ساعه تاخذ وجبه، معنا ما في مسافه كبيره بين بروتينك اللي تاخذه بعد التمرين اللي هو الشيك وبين الاكل، فما راح تحتاج البروتين الثاني لان الوجبه راح يكون فيها بروتين وراح تكمل، الا اذا انت حاب تاخذ فهذا الشيء راجع لكم. طبعا الكاسين ينفع للبنات وينفع للاولاد. رايي الشخصي في الكاسين بروتين، رأي الكاسين بروتين انا استخدمته تقريبا قبل سنتين او ثلاث سنوات وما حبيت، يعني ما حبيت الموضوع، فاقدر اعوضه بشيء ثاني، اقدر اخذ الواي بروتين العادي اللي هو سريع الامتصاص، اخذ معه ملعقه ونص زيت الفول السوداني عشان تبطئ الهضم. زيت الفول السوداني قبل النوم مفيد، صحيح انه فيه دهون لكن الدهون هذه مفيده للجسم، واخذ كاتج تشيز اسمها كاتج تشيز جبنه، تاخذها ملعقه وملعقه ونص، فيها شويه دهون لكن نفس الشيء دهون غير مضره، فتخلطها مع البروتين ومع زيت الفول السوداني يبطئ عمليه امتصاص البروتين داخل الجسم. فالكاسين بروتين اذا انتم حابين تستخدموه تقدر تستخدموه، اللي عنده يعني حاب يزيد ترسانه المكملات الغذائية ممكن ياخذ الكاسين بروتين، لكن انا شخصيا ما احب الكاسين بروتين، اقدر اعوضه بشيء ثاني. فباختصار هذه حلقة الكاسين بروتين، يا ريت لايك، واذا حطيت ديسلايك لكم كل الاحترام والتقدير، ويا ريت اشتراك، ويا ريت تنشروا
القناه للناس اللي حابه تستفيد وحابه تتعلم عن المكملات الغذائيه، واللي عنده سؤال استفسار عن مكمل غذائي او تمرين او الى اخره يا ريت تحط لي تعليق تحت الفيديو وما يصير خاطركم الا. طيب باختصار هذه حلقه الكاسين بروتين، اتمنى تكون عجبتكم والسلام عليكم.